إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعد، معاشرَ المسلمين، فقد روى الإمامُ مسلمٌ في صحيحِه من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِّه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرَّمًا فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضالٌّ إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائعٌ إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز راوي هذا الحديث: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: هذا الحديث أشرف حديث رواه أهل الشام. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده، ويتودد إليهم، ويذكر لهم فضله عليهم،
سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله الذي حرم الظلم على نفسه فقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله سبحانه حكم عدل وصاحب فضل سبحانه وتعالى على عباده، وحرم الظلم على العباد، وأعظم ظلم يقع فيه العباد أن يقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم العباد فيما بينهم من أعظم الظلم الذي حرمه الله، وظلم العبد لنفسه أن يقع فيما حرم الله عليه، فهذا كله مما حرمه الله. فالظلم صفة ذميمة من أولها إلى آخرها، ليس فيها خير أبدا. ثم يقول الله سبحانه: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. أيها الأحبة، والله لولا رحمة الله وفضله علينا لا ندري في أي واد نهلك. الله سبحانه يقول لنبيه: ووجدك ضالا فهدى، ويقول سبحانه: وهديناه النجدين، ويقول سبحانه عن موسى لقومه: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ والله لن تهدى إلا بفضل الله. احمد الله أن خلقك على الإسلام، فمليارات ليسوا على الإسلام. والله يقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك اطلب الهداية من الله وحده. روى الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه في الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول الله تعالى: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا من تطلب الرزق وتبحث عنه في الليل والنهار، رزق لم يكتبه الله لك
لن تجده ولو ركضت في الدنيا ركض الوحوش. ولذلك لا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه. فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فعلى ما تستعجل الرزق فيما حرم الله؟ أطلب الرزق الحلال تجده من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا هو فضل الله على عباده. قد علم الله أننا سنقع في المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فاليدان تزنيان وزناهما البطش، والعينان تزنيان وزناهما البصر، والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله لم يغلق علينا الباب. يا من وقعت في معصية الله، الله يقول لك: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عاصيا لله، وكلنا ذاك الرجل، أقبل إلى الله واستغفر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت ربا لا تشرك به شيئا لغفر لك ولا يبالي سبحانه. فأقبل على الله. ولذلك قال الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا دليل على سعة غنى الله سبحانه
الغني الواسع الذي لا تغيضه نفقة مذ خلق السماوات والأرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تغيضه نفقة. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما هي حاجتك أيها العبد الضعيف؟ ما هي حاجتك؟ أن يرزقك الله؟ ذلك لا يفقر الله. أن يمن عليك؟ ذلك مما يتفضل به عليك. أن تطلب منه المال والولد؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك ضع حاجاتك بين يديه سبحانه قبل أن تنظر إلى فلان أو علان، فاطلب حاجتك من الله ييسر لك خلقه ويسهل لك رزقه. فالله سبحانه يحب من عباده أن يطلبوه وأن يسألوه وأن ينزلوا حاجاتهم إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال الله سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الأحبة، عودوا إلى الله وارجعوا إليه، فالله يحب من عباده التائبين، والله يحب من عباده المنيبين الراجعين، فنسأل الله أن نكون منهم. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز من في عزه عز للإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من في خذلانه عز للإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا
اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، وابعثنا في زمرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أمر هذه الأمة، اللهم أصلح أمر هذه الأمة، واجعل أمرهم إلى خير ورشد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.